المنظمات الطلابية اللي شاركت معنا ب 14 أذار كانت بالمجمل ما عندها خبرة لا بالأرض ولا بتحركات ميدانية طلابها بيقوموا فيها، كان يبتصر عمل يمكن على داخل الجامعات، فكان التيار هو إذا بدك لقط اللعبة بمجمل مفاصلها خاصة بالمرحلة الأولى، لأنه ما كان في أفكار، كان في ضياع بالفريق الثاني. نحن كنا عارفين كثير محددين الهدف وعارفين وين رايحين. ب 14 شباط إذا بدك التيار الوطني الحر أو شباب التيار وطلاب التيار هن لقطوا الأرض وبلشوا يطرحوا أفكارهم اللي مارسوها من 89 لل 2005. يعني توحيد الإعلام كانت فكرة التيار الوطني الحر، العلم اللبناني هيومن فلاج سميناه كان فكرة التيار، الهيومن تشين لما لقطنا إيدين بعضنا من مطرح ما قتيل الرئيس الحريري لحديد الضريح، كل هذه الأفكار كانت أفكار التيار الوطني الحر وكان تنفيذ تيار وطني حر. بس كان التيار لأنه عارف وين بده يوصل عم بيشتغل على هول المواضيع لو بروفايل. يعني إذا بتشوف بالإعلام بهيدي الفترة كان التركيز شوي عم بيروح على شباب تيار المستقبل إنه عم بيقوموا بهيدي الحركات، بس هو فعليا على الأرض كان التيار أو شباب التيار وطلاب التيار هن عم بيقوموا عمليا بالتنظيم وبالأفكار. 14 كان يوم اثنين نحن عملناه، كان يوم السبت قبل بيومين كان عندنا العلم الكبير العلم البشري اللي أول مرة بينعمل بلبنان، هيدا كان فكرة التيار وتحضير التيار وتنفيذه على الأرض، تقريبا ضم 10400 شخص. طبعا باقي الأحزاب شاركت معنا، هني رجعوا عملوا بعدين فكرة الحقيقة كتبوها بالشمع. ما عرفنا كيف تعين الأستاذ الياس عطالله هو مسؤول عن المنبر وعن توزيع الكلام، وكان في محاولة واضحة لأنه الجزء الأكبر من الهوى إذا بدنا نسميه هو رايح لبعض القوى. نحن كنا ما نعمل مشكل حتى يطلع حدا من التيار الوطني الحر انه يحكي على المنبر، وبرضه ما كنا عم نتوقف عن هذيك الامور، بس بتصير ملفته هلا نحن وعم نطلع لها من بعيد. رافق بليل شهر على تعتيم اعلامي كثير كبير على ايدين التيار الوطني الحر، فكان كل ما حدا بده يطلع يلقي كلمه باسم التيار كانت الوسائل الاعلاميه اللي كانت عم بتبث بوقتها كانت عم يا بتوقف البث المباشر لتروح على دعايات أو حتى كان يوقف البث المباشر لفترة معينة. أكثر شيء كانت ملفت بنهار بتاريخ 14 أذار كان المفروض يكون في كلمة للعماد عون، تسبب مشكلة تقنية، تعذر على العماد عون إنه يحكي، كلهم قدروا إنه يوصلوا كلمتهم للجماهير من عدا التيار الوطني الحر. حقيقة قد ما كان الهدف كثير كبير حتى تفصيل مثل كلمة العماد عون قدرنا نقطع عنها وقدرنا نتجاوزها، لأنه حقيقة كان عندنا هدف كتير كبير عم نناضل خلاله 15 سنة. قد يصبح يوم تاريخا وموعدا، إلا أن التاريخ يبقى مسيرة ونضالا يتراكم يوما بعد يوم ليخط مسيرة شعب في وجه احتلال وقمع. وإذا كان 14 من أذار رمزا للحرية وتاريخا للسيادة وموعدا للتحرير، فإن التحرير بدأ في مثل هذا التاريخ من العام 1989 مسيرة تبدلت وسائلها وأدواتها مع الظروف، إلا أن هدفها بقي واحدا وشعارها واحدا وقائدها ورمزها واحدا. 14 أذار يلخص نضالا عسكريا وسلميا وسياسيا ما كان هدفه إلا لبنان وما كان ولاؤه إلا للوطن. العملية ما كانت سهلة وليست بهذه البساطة، والقول إنه والله دم الحريري حرر لبنان وهيدي كانت تتطلب وجود شعب عم بطالب بحقه. يعني إذا ما في صوت بالداخل عم بصرخ عم بطالب بهذه الحقوق ما بتتأمل كان يجي أي حدث دولة يساعد على استعادة السيادة. كيف بيكون شعورك لما بتلاقي أنت عندك بيت كان مكسر عد صلحته بدموع العنان وفي كمية لصوص اجوا قعدوا فيه بس خلص وصار تمام وزبطوا وحطوك برا؟ الأبشع من هيك مش بس اجوا قعدوا معك اجوا حطوك برا، يعني طلعت أنت صاحب البيت وصاحب الحق الأساسي خارج المعادلة. هيدي أكبر كذبة بالتاريخ إنه يسموا حالهم 14 أذار. في 14 أذار بالنسبة لنا واحد، 14 أذار هو الناس، يعني حتى أنا بعتبر إنه 14 أذار مش هو التيار الوطني الحر، 14 أذار هو اللبنانيين يلي بأكثر من محطة قدروا اجتمعوا من أجل الدفاع عن حرية وسيادة لبنان، وهيبول الناس هن أبداً
مش هاي بالقوة يلي اليوم تعتبر حالها 14 أذار، هو يمكن أمي وجارتي قبل ما أكون أنا الحزبة، هن هدول الناس يلي بتعاطفوا مع الخطاب الوطني وبتحركوا لما يشوفوا أنه في مصلحة وطنية لأمهم يتحركوا. بس هي مسيرة ما بتختصر ولا بتختزل بيوم، لا ب 14 أدار 2005 ولا ب 14 أدار 2000 ولا ب 14 أدار 97. هي مسيرة وعي وخط انتهى ب 26 نيسان 2005 بخروج آخر عسكري سوري من لبنان. إنه بتصور الناس مفروض تعرف يعني مين اللي 14 أدار من عملها ومين اللي ناضل 15 سنة ومين اللي انحبس مين اللي انضرب. في كتير ناس انعطبت، في كتير ناس انشلت، في كتير ناس انه راح مستقبلها. اكيد مش بلحظة يعني بغيروا التاريخ. اخذوا الاسم، اخذوا الاسم، اخذوا التاريخ، مش مشكلة. بس العالم في ذاكرة ما حدا في ينحيها. التحرير بلبنان نحن ما نطرنا انه يجي ضوء اخضر من امريكا او من غير امريكا تنبلش فيه. وسرقوا لنا شعاراتنا وهلا صار عم يطلبوا منا نلحقهم. يعني قالوا من اين تصل لك بالقصر؟ قالوا من امبارح العصر. 14 اذار مش نهار، 14 اذار روح. ما يقدر راح بلدنا نلمه لو كنا هناك لا ولكن ما تعود قد تكون للحياة أشياء الحصول عليها أسهل بكثير من الاحتفاظ بها.